أنا معلمة أماني مصري، إلي 17 سنة بمجال التربية والتعليم، ألم 12 سنة بحسن عرفة، واليوم أنا معلمة ومربية بمدرسة كلنا ياخد، مدرسة ثنائية اللغة، وكمان مديرة هذا المركز اللي أنا افتتحته. المركز فكرته اجت من احتياجات معينة شفتها عند كتير أولاد، سواء بيافا أو ببريت يافا، اللي ملاقوش يعني مساعدة أو دعم تعليمي أو تربوي أو حتى علاجي، وكنت شايف أنه بقدر أساعد وبقدر أفيد، وما كانش عندي الوقت الكافي وما كنتش بقدر لحالي. يعني إحنا في عنا حاجة كتير 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 كبيرة لمكان زي هذا اللي بوفر كل الخدمات التعليمية العلاجية والتربوية بمكان واحد. يعني أنا بتذكر كانوا كتير أهالي يسألوا يحتاجوا مساعدات سواء بتخص العنصر التعليمي، الصعوبات السلوكية، المشاكل عاطفية أو علاجية اللي تحتاج خدمات زي هاي علاجية مش موجودة بيافا، فكانوا يروحوا على رمة الخيال أو إذا بلاد عربية يروحوا على أم الفحم أو على كفر قاسم، فيش بيافا، لا بيافا ولا حتى بضوحيها قريب يعني. فكان من الصحيح إنه بيت عن جد الواحد يفكر بإشي يفتتحه هون ويفيد أولاد البلد وحتى بريت البلد، بس من مكان واحد اللي يعرفوا لما يحتاجوا مثلا أولاد اللي عندهم عسر تعليمي أو عندهم مشاكل سلوكية عاطفية بحاجة لعلاجات للنطق، علاجات وظيفية، حتى تشخيص. يعني حتى بمستوى التشخيص التربوي نحتاج نعمله فنروح على بلد تانية عشان نعمله، اليوم هو صار متوفر بمكان واحد. يعني ومن هنا أنا بجي لفكرة إيش فيه المركز. المركز مبني من ثلاث أجزاء، الجزء الأولاني اللي هو جزء تعليمي تربوي اللي فيه نشتغل على تحضير للصف الأول، تعزيزات تعليمية بجميع المجالات بكل الأجيال، إرشاد بأبحاث مساعدة وإرشاد في بقسم أبحاث لطلاب الثانوية، تحضير للامتحانات بشكل عام وتحضير لامتحانات البقروت والمقيم. هذا الجزء الأول اللي هو التعليمي التربوي. الجزء الثاني هو التعليم العلاجي اللي فيه نشتغل على تحضير علاجي للصف الأول، تعليم تصحيحي بجميع المجالات حتى اللغة الفرنسية وبجميع الأجيال، والتشخيص التربوي طبعا، تشخيص التربوي اللي فيه كمان تشخيص قراءة، تشخيص الوعي الصوتي السمعي وكل ما يخص الكتابة والقراءة بشكل عام. بالإضافة لهذا الجزء في الجزء الأخير والمهم جدا اللي يمكن عشانه بيروحوا لبلاد تانية كمان، علاج شبه طبي اللي فيه علاج عاطفي بالفنون، علاج للنطق، علاج وظيفي، والعلاج الطبيعي اللي هو فيزيوثيرابي. عندنا نقص عند كتير أو عند بعض أهالي اللي بيقدروش أو بيعرفوش كيف يتعاملوا أو كيف يعلموا أولادهم أو كيف يعالجوا مواضيع تعليمية أو سلوكية أو حتى عاطفية، فبالتالي بيلجأوا لهاي الخدمات. هذا واحد. تنين بفكر في إشي اسمه توعية عامة للموضوع اللي كتير 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 رح يفيدنا. يعني لما بكون في مكان يتوجهوا لإله الأهالي ويستعينوا فيه ويأخذوا منه الدعم ويأخذوا منه الإرشادات، على فكرة وأنا بحط كمان إرشادات مصورة بالإنستغرام تبع المركز نفسه اللي فيه أنا بصور إرشادات وبصور الدروس وبصور إشياء اللي ممكن تفيد الأهالي. ومن هون بقول لك إنه لما بننشر الوعي عند الأهالي كيف يتعاملوا مع الأولاد، كيف يعلموا الأولاد، كيف يعني يستخدموا الخدمات المضبوطة والملائمة، لأنه مش شرط إنه أنا إذا عند ابني عسر تعليمي لازم تكون مشكلة أنا أحددها من كيف وأقول عنده 1 2 3 أو بسوي 1 2 3. هقول لك إشي أبسط الأشياء حتى إملا، يعني بدرجة إملا إذا أنا بدي أعلم ابني إملا اليوم بنسخه بقول بس ما نشحش ابني، ما نشحش، علمته 4 ساعات ما نشحش ومش راح ينجح بالطريقة هاي. لازم ننشر الوعي كيف نعلم الأولاد، كيف نتوجه لهم، كيف إذا لازم علاجات معينة اللي هي عن طريق أخصائيين أو طاقم تعليمي، هذا اللي لازم نعمله. لازم نتوجه لطاقم تعليمي أو لازم نتوجه لمربيين أو معلمين اللي يقدروا يعطوا التوجيه أو التعليم هذا.
المشكلة إنه غير المركة أول إشي طلع، كنا بنعرف إنه بالمدرسة نفسها وبالصف نفسه بكون في فوق العشرين طالب، تمام؟ بوصلوا قريب 26-27 طالب بكل صف. زي هدول في الطلاب المعينين اللي عندهم عسر تعليمي ناتج عن مشاكل عاطفية، مشاكل معينة، مشكلة بالذاكرة، مشكلة بالتركيز، مشاكل عديدة اللي صعب هلأ إنه أذكرها كلها بس موجودة. فبالتالي التفكير تبعه، يعني كيف هو بيتعامل بالصف وكيف هو بيقدر يشتغل بالصف، ليش بيكون عنده كتير محدود. وهذا الاشي بخدني للإمكانيات الموجودة عندي بالمركز هون. واحد، الإمكانيات المهنية الموجودة عندي، معلم يا موجودة يا مش موجودة، وعنا بجد موجود. يعني أنا بعرف اللي بيتابعني بعرف بسمع إيش الأهالي بيقولوا وإيش الأهالي بحسوا اليوم اللي اشتغلوا معانا. يمكن الأولاد بيجوش لعنا عشان نحبهم ويحبونا، بس بدون المحبة هاي نوصلش لأي إشي تعليمي. أنا بفكر أول إشي وآخر إشي ممكن يبدأ ويخلص فيه تواصل بين الولد والمعلم هو العلاقة الحميمة، هو اللي العلاقة القريبة بين المعلم والولد. وهذا الإشي كتير موجود. التعليم مش بمجموعات، التعليم هو تعليم فردي خاص بكل ولد. كل معلم بيجي مع ولد واحد، بيبقى الولد جاي عارف نمرة غرفته، بيبقى عارف أنه ساعة حصته، بيبقى ماخذ برنامج ثابت أسبوعي اللي بيبقى عارف مرتين أو ثلاثة بالأسبوع مش مشكلة، بس إنه بيبقى عارف مع أنه معلم، مع بأنه غرفة، ونبقى قاعدين كمان معه مع الأهل ونعمل برنامج تعليمي للولد بعد ما منكون عملنا تشخيص كامل للولد إيش وضعه التعليمي وإيش وضعه العاطفي، ومن هناك نبني برنامج تعليمي. وبعدها بفترة معينة نعمل كمان مرة تشخيص ونشوف كيف تقدمنا. بفكر لما يكون في تعاون بين طاقم هالقد مهني وبين أهل اللي إحنا بنعرفهم بشكل شخصي، وهذا الإشي كتير 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 بيساعدنا، إنه لما الأهل بيعرفوني بشكل شخصي وبنفس الوقت بيعرفوني كمديرة وكمهنية وبيعرفوا الطاقم كطاقم مهني، الإشي بيوصلنا لأمان، أمان بين الأهل والمعلم. أي أم أو أي أهل بدهم لامتحانات أو لمراجعات أو حتى لتعزيز تعليمي أو تشخيص تربوي، أي نوع من أنواع العلاجات والخدمات التعليمية التربوية علاجية، إحنا موجودين هون أنا والطاقم تبعي. بفكر منكون عائلة ومنكمل فيكم، وأهلا وسهلا فيكم أنت ما يقدر نساعد. أنا ربي أمين مصر، أشكرك على هذا اللقاء الطيب. شكرا لك محمد، شكرا لك. وإلى الأمان وبالتوفيق. وأكيد بتشكر أنا كمان يافا 48 اللي دعمني وسندني من أول ما بديت المشروع ولحد اليوم، ورح نكمل وفكر بإذن الله مع بعض. شكرا كثير.